بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، درسنا لهذه المحاضرة الخامسة اللي هي تكوين المعادلة التربيعية في موضوع الأعداد المركبة. هذا الموضوع هو السادس العلمي الأحيائي والتطبيقي، تكوين المعادلة التربيعية. المعادلة التربيعية هي الصيغة لها X تربيع زائدا BX زائدا C يساوي صفر. إذا قسمنا على A راح تصير X تربيع زائدا B على A X زائدا C على A يساوي صفر. هاي الصيغة للمعادلة التربيعية. إذا كان جذري هاي المعادلة هما L و M، فإن L زائد M يساوي سالب B على A، أي أن L زائد M هو معامل X بس بعكس الإشارة، و L في M راح يساوي C على A اللي هو الحد الثالث نفسه ومطابق له بالإشارة. إذن المعادلة راح تكون X تربيع ناقص L زائد M، هذا معامل X، زائدا L في M يساوي صفر. معادلة تكوينها إذا علم جذرها X تربيع ناقص جمع الجذرين في X زائدا مجموعة جذرين يساوي صفر. هنا مثال يقول كون المعادلة التربيعية التي جذرها زائد ناقص 2 زائد 2i، L يساوي 2 زائد 2i، و M يساوي سالب 2 سالب 2i. أول عمل نقوم به هو نجمع الجذران، L زائد M يساوي 2 زائد 2i زائد سالب 2 سالب 2i. السالب 2 ويا الموجب 2 والسالب 2i ويا موجب 2i والنتيجة صفر. هذا مجموع الجذرين. L في M 2 زائد 2i في سالب 2 سالب 2i، ونضرب ضرب احتيادي، 2 في سالب 2 سالب 4، 2 في سالب 2i سالب 4i، موجب 2i في سالب 2 سالب 4i، وموجب 2i في سالب 2i سالب 4i تربيع. السالب 4i تربيع ويا السالب 4 تروح، لأن هاي الاي تربيع تقلب للإشارة تسويها موجبة ويساوي سالب 8i. هذا حاصل ضرب الجذرين. إذن المعادلة X تربيع ناقص حاصل ضرب الجذرين، أو حاصل جمع الجذرين صفر في X، زائدا حاصل ضرب الجذرين اللي هو سالب 8i يساوي صفر. صفر في X تروح، يبقى X تربيع ناقص 8i يساوي صفر. هاي المعادلة التربيعية التي جذراها بهذا الشكل. هنا عندي مثال آخر يقول كون المعادلة التربيعية ذات المعاملات الحقيقية وأحد جذريها هو 3 ناقص 4i. عندنا ملاحظة، الملاحظة شو تقول؟ تقول إذا كانت المعادلة ذات معاملات حقيقية فإن جذراها مترافقان، يعني إذا عرفنا أحد الجذرين نستطيع أن نطلع الجذر الآخر. الجذر الأول 3 ناقص 4i، إذن الجذر الآخر هو 3 زائد 4i. نجي نجمعهم ونجي نضربهم، L زائد M يساوي 3 ناقص 4i زائدا 3 زائد 4i. الـ4i ويا الـ4i السالب ويا الموجب يروح، ويبقى 3 زائد 3 يساوي 6. L في M
يساوي 3 ناقص 4i في 3 زائد 4i، والعددان مترافقان، راح يصير عندي مربع الجزء الحقيقي زائد مربع الجزء التخيلي، ويساوي 9 زائد 16 ويساوي 25. إذن المعادلة x تربيع ناقصا 6x زائد 25 يساوي 0. هاي المعادلة ذات المعاملات الحقيقية. سؤال، هنا السؤال يقول حل المعادلة z تربيع يساوي سالب 12 في الأعداد المركبة c. z تربيع يساوي سالب 12 بجذر الطرفين، بجذر الطرفين راح يصير عندي z يساوي الجذر التربيعي لسالب 12 زائد ناقص الجذر التربيعي لسالب 12. ال 12 الجذر مالته هو 2 جذر 3، والسالب جذرها i، اذا زائد ناقص 2 جذر 3 i، مجموعة الحل تساوي 2 جذر 3 i و2 جذر 3 i بالسالب. إذن 2 جذر 3 i وسالب 2 جذر 3 i. هاي المعادلة بسيطة. هنا عندنا سؤال حل المعادلة z تربيع زائد 2 z زائد i في 2 ناقص i يساوي 0. هاي المعادلة يراد لها ترتيب، يعني لازم ندخل الi على القوس. بهالشكل راح يصير z تربيع زائدا 2 z زائدا 2 i زائد 1 يساوي 0. هذا الi في سالب i يطلع 1، هذا الواحد راح نجيبه يم z تربيع، فيصير عندي z تربيع زائد 1 زائدا 2 طلعها عامل مشترك، يبقى z زائدا i يساوي 0. هاي الز تربيع زائد 1 تتحلى الفرق بين مربعين z زائدا i وz ناقصا i زائدا 2 z زائدا i يساوي 0. عندنا هذا z زائدا i عامل مشترك، z زائدا i عامل مشترك، يبقى z ناقصا i زائدا 2 يبقى z زائدا i زائد 2 يساوي 0. شوفوا هذا z زائد i طلعناه عامل مشترك، نطلعه منه ونطلعه منه، يبقى من هذا الحد z ناقص i ومن هذا الحد زائد 2. اما z زائدا i يساوي 0 راح ينطيني z يساوي سالب i، او z ناقص i زائد 2 يساوي 0 ينطيني z يساوي الاثنين نحولها تصير سالب 2، وسالب i احولها تصير زائد i. اذا مجموعة الحل هي سالب i وسالب 2 زائدا i. طبعا هذا السؤال الآخر هو صيغة من صيغ الأسئلة الوزارية. هذا السؤال يقول إذا كان 3 زائد i هو أحد جذري المعادلة x تربيع ناقصا ax زائدا 5 زائد 5i يساوي 0، جد قيمة a اللي تنتمي للأعداد المركبة، وما هو الجذر الآخر؟ طبعا هنا نقدر نحله بطريقتين. طريقة نعوض هذا الجذر بمكان x في هذه المعادلة وتطلع لي قيمة a، وطريقة مختصرة هي استخدام حاصل جمع الجذرين وحاصل ضرب الجذرين. نفرض أن الجذر الآخر هو k، هو l، هو h، أي حرف، فراح يكون عندي k مضروبا في 3 زائد i، هذا حاصل ضرب الجذرين، يساوي السيما للمعادلة اللي هو 5 زائد 5i.
إذن كي يساوي البعيد 5 + 5i على القريب 3 + i. نضرب، احنا تعودنا من يكون عندي كسر نضرب في مرافق المقام، 3 - i على 3 - i، وقيمة كي راح تكون بهالشكل، مربع 3 = 9 ومربع معامل i هو 1. نضرب 5 × 3 = 15، 5 × (i) = 5i، 5 × 3 = 15i، و5 × (i) = 5i تربيع، 5i × (i) = 5i تربيع. إذن كي تساوي، هاي يصير موجب 5 و15 20 زائدا 10i على 10، 20 على 10 2، و10 على 10 1 معامل لi، إذن 2 + i. إذن قيمة k تساوي 2 + i، هاي قيمة الجذر الآخر. بقى عندي الاي. الاي هنا هو حاصل جمع الجذرين، مجموع الجذرين اللي هما 2 + i اللي هو الكي، و3 + i ويساوي 2 و3 = 5، i + i = 2i، هاي تمثل قيمة اي. الى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، مع تحيات الاستاذ عبد الستار توفيق.